شاب هداه الله وتالي انتهت على راسه على ما كتب الله له. هذا شاب يفحط وأذى أبوه وأذى أهل الحي وقالوا لي بنشكيه، لكن كرامة اللي أبوه ما نقول شيء. زيد الله وجيه. اي أبطه يفحط يا أبو فلان ولدك، والله بغى يصدم عيالنا وبغى يصدم دارنا وبغى. قال يا عيالي اصبروا، الصبر جميل يا أم الله يهديه ولا الله ياخذه. لا حول والله ما لنا قدره وخلصنا. يهدي كل ظالم. يقول جاء يوم من الايام، يقول لا فيه مسلم، يقول فقير، والفقير هذا له زوجه ورعين صغيرين ومنهم رضاع يرضعون. يقول راح يطلب كتبت الله وما يسر الله جابه له رعينه. نعم. جاء يوم من الايام له بحي وله مشارع، وهو يجيك هالمفحط ويبتديبه اضربه على طول، واذا هو متوفي مباشره على طول. حول ولا قوة. توفى. يوم توفى هذا الفحط شرد، دوره الشرطه يمين يسار، المهم اختفى. شالوا هذا الرجل ودخلوا بالثلاجه ودوروا ارقام وبحثوا وجدوا رقم لهله وازهموا. كلمتهم مره، عندما كلمتهم قالوا فلان وينه؟ يقول مسؤول الشرطة. قالت راح الله يحفظه، والله الأمور قصيفة، وبعدين ننتظر الورعين ما عندهم حليب ويبكون، وله أسبوع حالحين والله ما عيناه، عينتوه يمكن عندكم خبر. قال رجالكم الحمد لله طيب ومتعافي، صار عليه حادث وعندنا موجود، ونسأل له جماعة هنا يجون إن شاء الله بالمكان الفلاني. قالت علموني هو حي ولا ميت؟ قال لا بد حي ويرزق ولا عنده خلاف، لكن ضروري يجون جماعته عليهم. جو يوم جو لو والله أنه بالثلاجة أحسنوا هذا الرجل وراح وعائلته على ما هي عليها. راحوا يدورون هذا المجرم اللي صدم هذا الضعيف وهرب، داجوا وحاروا وداروا ولم يجدونه، طولوا بكل مكان الطرق البعيد والقريب. جابه الله بعد عنان شديد، عندما جابوه قال يلا ادخل السجن. دخلوا السجن ودارت معاملته بالمحكمة، وقالوا هذا الرجل يثبت عليه الدية، دية هذا الرجال وهروبه من القدر، بحيث أن هذا هارب وقد يكون أنه حصل عليه جرم ثاني. المهم دخلوا بالسجن وابطوه بالسجن. أخذ المسجون ذا وزهم على أبوه الشايب ذا اللي يقول يمكن الله يفرجه يما يرجع ولا يموت. زهم عليه وقال يا ولدي من انت ازهم؟ قال ازهمنا من سجن المحكمه. وش اللي صار؟ قال والله صدمت لي رجال وحملوني بديه والصك، وهذا طلع حالحي. وش تبي يا ولدي؟ قال انا بالسجن ماني رايح، انا ابي اجيب لهم ديه، ابي رجال يكفلني. قال دور جماعتك اصحابك اللي كنت وياهم وكل شيء وتخلونا وتفحطون. قال درت عليهم وكل واحد تعذر والله ما اش. خلوني لحالي. قال انا جايك يا ابوك. جاء يوم جاه ويجي مار المدير العام المسؤول عن السجن. قال الرجال لا هو قادر يسددكم ولا قادر يمشي اللي يتمان هذا شيء، لكن طلعوه وخلوه يتسبب وربما ان شاء الله يوم من الايام تيسر الامور. قال ما نطلع الا بكفيل، كفيل غرام حضوري. قال انا يلب وانا اكفله. دخلوها السجن، طلع هذا الولد وعلى وجهه، أخذوا مده وقالوا يا شايب وين أبوك وولدك وين راح وين العلوم؟ قال والله شق والله مذيني قبل حال حين أطلقتوه. قال وانت اللي صرت محله وانت اللي أطلقته يا ابن حلال. أبطوا وهم يدورون، أبطوا أراد الله عقب سنة وجاء مع الشارع اللي هو انقتل الرجال فيه. قيل والله إنه بالساعة وباليوم وبالسنة، يقول مع الشارع يريد الله ويصير حادث ثاني. يقول على بهذا الشارع، قال يوم صارت الحادثة قال جايحة، قال يجون، قال للرجال ميت أنتم يا الشرطة، قال ميت قدامهم. قال لو والله اللي يصدمه، قال واقف ومسلم نفسه. اكشفوا عنه وإذا هو الفحط هذا لا إله إلا الله، جابها الله عقب فترة طويلة بالمكان اللي انقتل فيه وهرب عنه. المهم منهم لهم ما يدخلوا الثلاجة، علموا ألوبه بالسجن. قال الحمد لله، سجد لله، سجد شكر أن الله فرجلنا منه. جاب أنت يا الرجل هذا اللي صدمه ثبت عليه الدية
وجابها للمحكمة وقال هذه الدية والحمد لله. راح للشايب وقال وش رايك أنت مطلوب هدية قبله والرجال ديهته قدامه؟ قال فرجوله ربعي يا أهلي. الرجال راح إلى ربه والله أعلم بحياته ومماته، لكن الدية ديته عطوها اليتمان وحنا متنازلين يا الشيبان، ولعل الله يفكنا من شره. طلع والشايب ودفع وديها التالية لليتمان ودية بدال دية. وهذا العلم اللي يا اخواني ترى اخذته اليوم، ما هو هو قديم لكن ما حصلته الا اليوم. وسلامتكم وسلامة الجميع، الله يمهل ولا يهمل.